لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذن اليوم سنرى في درس جديد من دروس إكسل 2010 الخاصية أو الدالة سي. إذن هذه الدالة سي الهدف منها هو إعطاء اختبار للحاسوب لكي يعطينا معلومة انطلاقا من شرط. مثلا بغينا نحدو القرار ديال نهاية آخر السنة، واش تلميذ ناجح أو لا ماشي ناجح. إذن هذا القرار ديالنا كنبنيو انطلاقا من المعدل، شحال جاب هذا التلميذ. يعني إلا جاب 5 الفوق ناجح، إلا جاء قل من 5 أو قل من 10 سقط، على حسب النقاط هنا على 20. إذن على 10 أول شيء نحسب المعدل بالطريقة اللي عارفين، هذه معروفة، كنديرو تساوي، نعم، فتحوا القوس، إذن غنجمعو كاع النقاط، هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه زائد فرنسية زائد عربية زائد، نعم، شحال مادة عندنا؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. إذا نقسمو على 7 كنسدو القوس ديالنا، نعم، وتنقسمو على 7 وكنديرو اونتري. إذا المعدل هو، نعم، 10.21، نعم، وهكذا. إذا لقينا المعدلات، نعم. إذا الآن هنا في النجاح دائما تساوي سي، نعم، سي. لاحظوا سي كتعطيك هذه هي لا فورم العامة ديالها، يعني كتقول لك سي تيست لوجيك. هنا كدير الشرط هو الأول، يعني لا تحقق هذا الشرط اش نكتب ليا في هذه الخانة. يعني اشنا هو الشرط عندنا حنا؟ هو ان هذه تكون، نعم، يعني هذا المعدل يكون اكبر او يساوي 10. اذا اكبر او يساوي 10، الا كان اكبر او يساوي 10 اشنو دير لينا؟ يكتب لينا ناجح. لاحظوا دائما بين هاد دو تيغي ضروري فينا كتكون كتابه كنديروا هاد العلامه ديال كنديروا الكتابه وسط هاد دو تيري، هادو ضروري ولا كيومي ولا مهم، كنديروا هاد العلامه هادي باش كتبين بانه راها خط، راها كتابه. هذا ناجح بالعربية، ناجح فاصلة، دائما فاصلة، نعم، غير ناجح مثلا، غير ناجح، نعم، وكنسدو القوس. لاحظوا جيدا، حنا احترمنا الان العناصر ديال سي، وهو هنا عندنا الشرط ديالنا هو هذا. كتقولي الا تحققت الشرط ان جي دو هي هاد الخانة هادي، يعني هاد الخانة هادي تكون الا كانت
هاد الجي دو، لاحظوا الجي دو، إذا كانت هاد الخانة هادي كبر أو تساوي 10 فإنه ناجح. هنا غير ناجح كتقول لك إلا كان هاد الشرط غير محقق كتكتب لي غير ناجح وكدير اونتري. نعم لاحظ هذا ناجح لأنه عنده فوق 10 وكنسحبو باش كتعمم هاد القاعدة على كل الخانات. نعم على كل الخانات. إذا هنا كنلاحظو نعم هذا غير ناجح، نعم لأن عنده قل من 10 وكيبان لي بأن كل شيء مجتهدين ناجحين، نعم حيت عندهم فوق. نجربو نقصو شوية النقاط لشي واحد، نعطو مثلا هذا صفر، تعداو على هذا نعطو صفر ونشوفو، دير أوكي ها ولا غير ناجح، لاحظو، نعم نعطو هذا مثلا صفر، نزيدو صفر آخر، نعم. باقي نديرو صفر اخر ها ولا غير ناجح. نعم اذا شفنا لا فونكسيون سي، هذا هو العمل ديال لا فونكسيون سي. لا فونكسيون سي كيمكن تكتبها بهذه الطريقه اللي شفنا، يعني كتكليكي في الخانه وكدير تساوي سي الطريقه اللي شفنا، اولا يتم ادراجها بطريقه اخرى من فورمول. نعم كدير فورمول وكتكليكي يعني في انسيري اون فونكسيون، نعم وكتشوف هنا ها هي سي، هذا كيعطيك بطريقه اخرى نفس الطريقه اللي شفنا ولكن الطريقه اللي هي سهله اسهل بالنسبه اللي ما تيعرفش هذيك الطريقه، يدير هذه الطريقه احسن. هنا كدير تيست لوجيك ديالك، نحاول نخدمو نفس الخدمه اللي خدمنا في القرار نخدموها في هذه بهذه الطريقه الاخرى اللي هي الطريقة ديال لاسيستون. هذا كيتسمى ان اسيستون اللي كيساعد على الكتابة بالنسبة اللي ما غيعرفش يكتب بالطريقة الأولى لأنها أصعب من الطريقة. إذا التست لوجيك ديالك يعني هو هاد الخانة هادي جي دو دائما أكبر أو تساوي 10، يعني كتقول ليه إلا كان اللي كان الكتابة اللي في هاد الخانة أكبر أو تساوي 10 أشنو تكتب ليا دائما بين معقوفتين، اكتب لي مثلا ناجح او لا فاليد، مثلا فاليد. الى ما كانش هذا الشرط تحقق، الى ما تحققش كدير نو فاليد، مثلا نو فاليد مثلا كدير اوكي. نعم اوكي لاحظ ما هو عطاك الفاليد وكتعممها بنفس الطريقة. إذا نعم نفس الطريقة نفس هي بطريقة أخرى. إذا نكون بهذا قد أتممنا درس اليوم، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.